أمس تنفصل أحد الجيم تسترز أو الناس اللي جربوا اللعبة باستديو تريارك، وبالتالي بعد ما فصلوه طلع كتير أسرار عن الزومبي. مثل ما شايفين قنوات الزومبي كلها قاعدة تنزل شروح لأشياء جديدة تم استكشافها، هاي الأشياء كلها تم تسريبها من هذا الشخص، وحكى لنا عن أشياء راح تجي بالمستقبل وأشياء كتير مهمة عن الزومبي مثل الليشال والجاكرنات وأكثر. فتابعوا الفيديو لتشوفوا كل التفاصيل. سالك حرب شباب، معكم شركيال وشركة كيف، جالكم فيديو جديد. طيب شباب، مثل ما شفتوا بداية الفيديو، أمس تم فصل أحد الجيم تيسترز اللي يشتغل بالاستديو، وبالتالي مجرد ما تم فصلوا سرب كتير كتير أشياء. فأول شيء خلينا نتكلم عن ليش تم فصله. طبعا ما في أي تفاصيل من الشركة ليش فصلوا، ما في أي سبب رئيسي، بس خلينا نتوقع يعني ليش تم فصل هالشخص. أظن حسب توقعي حط لكم نغمة كونان، لأنه هاي كله تحرياتي أنا، ممكن يكون الكلام صح ممكن غلط. فأظن السبب الرئيسي إنه اللعبة خلينا نقول الشاشة الزرقاء اللي قاعدة تطلع للاعبين. طبعا الشركة خلصت من اللعبة، وبعدين مجرد ما خلصت من اللعبة عطت اللعبة للجيم تيسترز، هدول الناس اللي شغلهم إنهم يجربوا اللعبة، يجربوا كل تفاصيل اللعبة، يوصلوا راوند 100، يسووا كل شيء، وبعدين يقولوا للشركة هل اللعبة كويسة ولا تعلق ولا تخرب ولا شو اللي صاير فيها. فأظن هذا الشخص كان يعني هو أهم الجيم تيسترز بالشركة وما سوى شغله مضبوط. بالتالي شايفين بلاك أوبس 4 قاعدة تكرش بشكل جدا رهيب، تقريبا ما في جيم زومبي توصل فوق راوند 30-40 إلا ما تكرش عليك اللعبة. فهذا غلط الجيم تيسترز، مفروض هذول الناس كانوا يجربوا اللعبة ويحكوا للشركة إنه فعليا اللعبة قاعدة تكرش علينا. وقبل لا ينفصل وقبل كل شيء، اليوتيوبر مستر روف ووفل من 4 أيام سوى فيديو عن الكراش، وقال بكل صراحة، قال أتوقع الجيم تيسترز ما سوى شغلهم بشكل صحيح. لو أنت جيم تيستر شغلك إنك تلعب اللعبة فقط، تأخذ جيم زومبي تلعب توصل راوند 100، تحل اللغة، تسوي كل شيء على مدى أسبوع بس تلعب اللعبة، وتقول للشركة إنه قاعدة تكرش ولا فيها أي مشاكل أو شيء. فإذا أنت هاد شغلك فينك بكل بساطة تكذب على الشركة، تحكي لهم إيه لعبت اللعبة وجربتها أسبوع كامل ما فيها أي مشاكل، وأنت ما لعبتها إلا يوم ولا نص يوم. فبعد الشركة ما شافوا المشاكل قاعدة تصير باللعبة راحوا وطردوا الجيم تيستر، لأنه مثل ما شايفين يعني سبب مشاكل بشكل جدا كبيرة للكوميونتي. فأظن هذا هو السبب، هذا كله من عندي، ممكن الكلام هذا كله يطلع كيس، بس المو كيس إنه فعلا تم طرد أحد الأشخاص وسرب كتير أشياء. أوكي، هالأشياء ممكن يعتبرها البعض إنه تكون حرق، فإذا ما تبي تحرق حالك عط الفيديو زر اللايك وسكر الفيديو. طيب أول شيء الشخص هذا بيحكي إنه الحزمة القادمة راح تكون لقصة الفوضى، ما راح تكون لقصة الإيثر، وراح نلعب بشخصيات جديدة كليا، مو نفس الشخصيات اللي لعبنا فيهم بماب اي اكس وفويج اوف سبير، شخصيات جديدة. هذا النقل الحرفي، ممكن قصده انه راح نلعب بالشخصيات الجديدة اللي هم شخصيات فويج اوف سبير واي اكس، مو شخصيات قصة الايثر، او ممكن لو اخذناها ترجمة حرفية انه لا شخصيات جديدة كليا. اوكي، بعد هيك حكى انه راح يرجعوا بيرك السبيد كولا، بس راح يكون بطريقة جديدة. الطريقة انه راح لازم ناخذ الاربع بيركات كلها ليجينا بيرك سبيد كولا. اوكي، بعدين حكى انه قاعدين الشركه يشتغلوا على طور 4-4 اللي هو طور الجريف، بس الطور هاي يمكن يلغوه فمو اكيد انه يكملوا عليه. طيب بعد هيك حكى انه الشركه ما سحبت على قصه الايثر القصه الاصليه، لا مخططين انه ينزلوا لها مابات اكثر واكثر، ما ادري كيف راح يسووها. سيزون باس واضح انه لقصه الكايوس القصه الجديده، فما ادري كيف راح يوازنوا بين القصه القديمه والقصه الجديده والمابات. اوكي، ثاني هيك حكوا المسرب هذا نفسه حكى انه الشركه حذفت البركات الثلاثه اللي هم جاجر سبيد كول ودبل تاب قبل نزول اللعبه بشهر. ف جيسون بلندل كان يكيس علينا يوم قال انه هالنظام عملوه من زمان وانه هالبركات يبون يلغونها، لا حسب كلامه انه شالوها قبل بشهر. بعدين قال هالشخص انه كان مفروض يكون في طور قصة لكول اوف ديوتي بلاك اوبس 4، بس بنص 2017 تم الغائه، ونص 2017 كان وقت انفجار فورتنايت وانتشار فورتنايت وانتشار الباتل رويال، فشيء جدا منطقي انه بهالوقت لغوا طور القصة واشتغلوا على طور الباتل رويال. بعدين السبب الصادم او الخبر الصادم انه تم حذف بيرك الجيجر
لانهم ما عرفوا يزبطوا مع نظام الارمر. اذا ما تدري بالزومبي عندك نظام الارمر لما تستعمل سبيشالست يعطيك ارمر. فالشركة قال انه مع الجقر والارمر قاعدة يصير عندهم مشاكل، فقرروا بالتالي انه يشيلوا الجقر بشكل كامل. صراحة شيء محزن الصراحة انه هذا هو السبب. بس كمان حكى انه الراوند اللي كان مفروض ينحل فيه لغز كلاسيفايد كان 255، بس الشركة نزلوه لل 150. اوكي، هاي التسريبات كلها يلي قالها هذا الشخص، بس كيف نصدق هالشخص؟ هاد كلامه صحيح او لا؟ كلامه صحيح لانه سرب الغاز لسه ما اكتشفوها الناس، وهالالغاز كلها طلعت صحيحة، والناس امبارح وامس كلهم سووها، وشروحات على اليوتيوب بقناة مثل روف ووفل ونوح وغيره كلها انتشرت على قنواتهم. احد الالغاز اللي سربها انه في لغز كيف تطلع سلاح سبيشالست من الصندوق بماب فويج اوف ديسبير، هذا اللغز سربه طلع صحيح. بعدين في لغز كيف تثبت الباكا بانش بفويج اوف ديسبير طلع صحيح. بعدين في لغز للمونكي بفويج اوف ديسبير كمان طلع وكان صحيح. بعدين من الالغاز هاي كان في لغز بماب اي اكس كيف تاخذ بيرك خامس مجاني، فبالتالي فينك تاخذ بماب اي اكس 6 بيركات، كان فينك تاخذ بيرك خامس من التحديات. وبعدين مع اللغز هذا صار فينك تاخذ 6 بيركات بماب فويد بماب اي اكس. هالاشياء كلها سربها هذا الشخص وكلها طلعت صحيحه، ومثل ما شايفين قنوات الاجانب كلهم قاعدين عم ينزلوا شروحات لهالاشياء. فاي هي معظم الاشياء يلي سربها هذا الشخص. اظن الشركه راح تقاضي، مستحيل يخلوه على راحته، استنوا هاليومين مقاضاه هذا الشخص من الاستوديو. فهو قاعد يقول انه الشركه ظلمته، بس ما اظن انه طلعوا ظلم. يعني شفنا اللعبه قاعده تكرش بشكل زياده عن اللزوم، وهذا الشخص كان شغله انه يجرب اللعبه ويقول للشركه انه اللعبه قاعده تكرش، اللعبه قاعد يصير فيها الشيء، بس واضح انه ما سوى شغله بشكل كويس، ولا ما كان في اي سبب الشركه انه تطلعوا من عنده. هذا الشخص اكيد عم يشتغل على عم يشتغل معهم من وقت جدا جدا طويل. ممكن هالسبب، وممكن سبب فصله انه قاعد يسرب اشياء، لانه شفنا كثير اشياء سربت بالزومبي من زمان، واكيد الاشياء هاي عم تتسرب من احد الناس اللي عم يشتغلوا على اللعبه. فهذا جيم تستر، يعني هذا الشخص اعطوه اللعبه كامله قبل بشهر، قالوا له خذ اللعبه كلها لك يلا جربها. اكيد يكونوا خلوه يوقع على عقد انه ما يسرب شيء، بس يعني في تسريبات قاعده تطلع، يعني عرفنا البركات كلها قبل نزول اللعبه، فمين قاعد يسرب هالاشياء؟ ممكن اشياء قاعده تطلع من فايلات اللعبه، وفي اشياء لا ناس قاعدين. وعلى موضوع الشاشه الزرقاء انه الناس اللي وصلوا روندات عاليه اللعبه قاعده تكرش عليهم، اللعبه حكت انه قاعدين يعملوا قدر المستطاع ليوقفوا هالشيء. عملوا اكثر من باش، اكثر من ابديت، ما انحلت المشكله. فحكوا انه باخر ابديت ضافوا مثل شيء للعبه، هالشيء او تكنولوجيا للعبه، هالتكنولوجيا راح تخليهم يفهموا السبب الرئيسي لانه يخلي اللعبه تكرش. فانه من وراء التكنولوجيا اللي ضافوها باخر تحديث راح يعرفوا السبب الرئيسي اللي يخلي اللعبه تكرش، وبالتالي راح يقدروا انهم يصلحوه. فانه قاعدين يشتغلوا وقاعدين يعملوا اللي يقدروا عليه. فاي شباب، هالفيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم. اتمنى من نهايه الفيديو لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك، وتشترك بالقناه وتفعل زر التنبيهات. وسؤال بسيط، تبوني اغطي كل هالشروحات الجديده اللي اكتشفوها، اللي هي كيف تطلع بيرك سادس بماب اي اكس، ولا كيف تثبت الباكا بانش وبماب فويف سبير، والاشياء اللي اكتشفوها جديده. في كثير شروحات انا ما غطيتها بقناتي، ان فينك تطور الدرع بفويج اوف سبير واي اكس وبلود، لا اظن فويج لا بس بلود واي اكس، فينك تطور الدرع، فينك تطور البوي نايف بفويج اوف سبير. هالاشياء كلها ما غطيتها بقناتي لانه نزلت شروحات بشكل جدا كبير، وحسيت انه هالشروحات قتلت قناتي. من بعد الشروحات اللي نزلتها اللي هي تقريبا 20 فيديو على مدى يومين، من بعد الشروحات كل مشاهداتي نزلت لحد اللحظة، أي فيديو أنزله مشاهداته جدا قليلة. فحاس الشروحات قتلت قناتي، ومشان هيك وقفت أسوي شروحات في معتصم، الله يعطيه العافية ما قاعد يقصر. فإيه سؤال، تبوني أكمل على الشروحات ولا لا؟ أتمنى تفيدونا بالكومنت. وإيه بس أتمنى لا تنسى تنعم الفيديو بزر اللايك، وشاركنا بالكومنت شو رأيك عن تسريبات هاي كلها، هل فعلا تصدق أنها حقيقية أو لا؟ وشو رأيك السبب الرئيسي لطرد هذا الشخص؟ هل بتظن انه نفس السبب اللي انا قلته، اللي هو انه الشاشه الزرقاء واللعبه قاعده تعلق، ولا تظن انه في سبب ثاني؟ فاي بس كان معكم الشركيال وشركه كيش، تكون فيديوهات ثانيه ان شاء الله. مع السلامه.